مرحبا، رمضان كريم علينا وعليكم. نصيحتنا اليوم للسيدة المرضع التي تحب أن تصوم شهر رمضان الكريم في استطاعتها الصوم، ولكن أن تنتبه على الإكثار من السوائل من فترة الفطور إلى فترة السحور بما لا يقل عن 3 لتر من السوائل، سواء من الحليب أو العصائر الطبيعية أو كل ما يحفز إنتاج الحليب. وعملية الرضاعة الطبيعية هي التي تساعد على إنتاج الحليب. وكل عام وأنت بخير. شكراً.